صحيح. فانا من حقي ان انا اخش انتخب مين يحكمني، وبعدين وطبعا بناء على انجازاته، وبعدين اشوف كمان ان انا راجل دافع ضرائب، فانا ليا حقوق في هذا المجتمع زي ما عليا واجبات. فانا شايف ان ده من اهم واجباتي كمواطن، ان انا انزل انتخب من يحكمني. صح. طب استاذ حسين، هل تعتقد انه الناس بره، الناس بره في اوروبا، بتكلم هنا طبعا على الناس بتاعت السياسه، الصحافه، الاعلام الى اخره، في اوروبا، في امريكا، بيتابعوا المشهد الانتخابي المصري؟ جدا بيتابعوا، بيبعتوا ناس بتشرف وبتشوف، والسفارات هنا بتتابع. مساله ما فيش حاجه بتستخبى، بيشوفوا كل حاجه وبيتابعوا كل حاجه وبيكتبوا تقارير. الى جانب ان المواطنين في العالم المتقدم شايفه ان الديمقراطيه هي يعني احسن ما وصل اليه الجنس البشري. احنا النهارده شايفين ان الديمقراطيه دي احسن حاجه، يمكن ما هياش اعظم شيء، لكن دي افضل الاشياء الموجوده قدامنا في ايدينا. فدي دي ادوات للديمقراطيه، لازم نستغل هذه الادوات ونستفيد منها كمواطنين.